بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم متابعي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام، وأقدم إليكم اليوم تفسير رؤية الأساور في المنام لابن سيرين للشاب والرجل والعزباء في المنام. فإذا رأى الشاب الأعزب سوارا في منامه فهذا يدل على امرأة تطيب بها نفسه، وأما إذا رأى الرجل في منامه سوارا من فضة فيدل هذا على زواجه من صاحبة دين وتقوى وخلق، وإذا رأى الرجل سوارا من ذهب فهذا يدل على المشاكل على صعيد العمل، وأما رؤية الرجل سوار نصفه من فضة ونصفه من ذهب فهذا يدل على ترقية جديدة في العمل أو فتح باب رزق جديد وتفريج للكرب وحل للمشاكل أيضا. وأما بالنسبة لتفسير رؤية الأساور في منام الفتاة العزباء لابن سيرين فتدل رؤية السوار في منام العزباء على أنها صاحبة قوة وعزيمة وتحمل للمسؤولية، وأما إذا رأت أنها ترتدي سوارا في المنام فدل ذلك على استعدادها لزواج يسعد به قلبها قريبا. وإن رأت العزباء أنها تقوم بشراء سوار في المنام فدل ذلك على بداية جديدة على الصعيد العلمي والعملي والعاطفي والعائلي. وأما إذا رأت الفتاة العزباء في منامها أنها ترتدي سوارا من نار والعياذ بالله فهذه إشارة إلى المخاطر التي قد تصيبها، لذلك عليها توخي الحذر وخاصة من العلاقات الجديدة والأقارب. وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وشكرا لكم على المتابعة.